وخلال فعاليات كوب 27 حددت دول تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي خطوات المساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق خفض الانبعاثات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والصلب. وجاءت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا من بين تلك الدول التي دعمت مجموعة من 25 إجراء ذا أولوية. وقال محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27، قال إن هذا يمثل خطة دولية ملموسة لإزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات بحلول العام 2030.